هنبدأ دلوقتي كورنر ريفيجن لمنهج امهاي الترم الثاني، وهنبدأ مع بعض من أول الجرامر، من أول يونت 6 إلى يونت 9. من يونت 6 إلى يونت 9، أول يونت عندنا وهي يونت 6 بتكلم فيها عن الريبورتد سبيتش أو الكلام المباشر، الكلام المنقول. طيب إيه هو يا تيتشر الريبورتد سبيتش أو إيه هو الكلام المنقول؟ هو عبارة عن زي كلام ما بيني مثلا وما بين عائشة، تمام؟ وتيجي عائشة تكون سارة مش موجودة معانا، تقول لسارة يا سارة دي ميس أمنية قالت 1 2 3 4. اللي قالته عائشة ده ريبورتد سبيتش، أو اللي إحنا بنقول عليه إن indirect سبيتش، الكلام الغير مباشر. أما اللي أنا قلته لعائشة ده كان دايركت سبيتش. أوكي؟ طيب علينا طبعا الريبورتد سبيتش ده 3 أنواع. إما إنه يكون عن ستيتمنت سنتنس، جملة خبرية، وده معناه إن الجملة أول لما بفتح البراكتس أو الأقواس بلاقي السبجكت بادئ الجملة، تمام؟ أو إن يكون عن الإمبراتيف سنتنس، الجملة الأمرية، وده لما بلاقي الفيرب في الإنفينيتيف أو الجملة بتبدأ بالإنفينيتيف أو دونت والإنفينيتيف، أو إني ألاقي كويستشنير أصلا أو سؤال أو أداة استفهام، تمام؟ طيب اللي علينا هي تيتشر يونت 6 الستيتمنت وكمان الكويستشن، ودول أهم 2. أوكي؟ طيب أنا هشرح دلوقتي الستيتمنت، وهي نفس الستبس أو الخطوة بنعملها للكويستشن مع اختلاف حاجتين أو 3 بسيط جدا. أوكي؟ تمام. هنبدأ نشرح الأول الستيتمنت ونحل عليها جملة أو جملتين، وبعدين بقى نفكر الكويستشن بيتعمل إزاي. فأنا يلا بينا. أول حاجة عندنا وهي reported speech أو الكلام المباشر، وإحنا اتفقنا دلوقتي إن هو بيتكلم عن حاجتين، statement أو الجملة الخبرية، و question أو سؤال. نبدأ بالستمنت يا جماعة. موضوع report speech دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن steps، أي خطوة منهم تضيع مننا ضاعت الجملة مننا، يعني أي غلطة فيها الدرجة بتضيع، تمام؟ نركز فيها كويس أوي، اتفقنا؟ تمام. إيه يا ترى أول step يا teacher؟ تغيير فعل القول أو change the verb state. بنحول state to إلى told، وعلى فكرة مش بس told، هو ممكن يجي invited وممكن يجي invented وممكن يجي told وممكن يجي obliged، يعني أكتر من فعل، ولكن الأكثر شهرة هي told في الجملة الستيتمنت أو الجملة الخبرية، تمام؟ دي أول step. لو لقيت ست وبشيلها وبحط مكانها طول. طيب سؤال يا تيتشر، لو انا لقيت ست بس اعمل ايه؟ مش فاهم حاجة. برافو. أنا سبعة سد. هسيبها ست زي ما هي. اوكي أوكي. تمام. تاني خطوة، بشيل البراكتس واربط بكلمة ذات، اربط بكلمة ذات ليه يا تيتشر؟ لان يا جماعة انا عندي جملتين، الجملة الاولى هي فلان اللي قال لعلان، والجملة الثانية قال له ايه، تمام؟ فبالتالي علشان اربط انا بقى الجملتين دول مع بعض، فبستخدم في النص كلمة ايه؟ كلمة ذات. اوكي change pronouns، تغيير الضمائر، ودي مهمة أوي، احنا عندنا 3 ضمائر بيتغيروا، اتفقنا؟ طيب قولي لي بقى يا تيتشر، يا ترى ال change pronoun دي قصتها ايه؟ أو بنعملها ازاي؟ أول حاجة إن أنا دلوقتي أنا لما أجي أتكلم مع سارة مثلا أقول لها I play football، وسارة تيجي تروح تقول لعائشة، هتقول لها ميس أمنية قالت إن هي بتلعب فوتبول، يبقى أنا قلت أي لكن سارة قالت هي، او انا قلت انا قالت،
هم. شي برافو عليكم، شي. تمام، يبقى اول بروناون بيتغير عندي هو الاي، يحول الى هي او شي، هي او شي. طيب لو مين، هو مين ده ايه يا جماعه؟ ده ضمير المفعول بتاع الاي، هيتحول الى هم او هي. طيب يا تيتشر، وايه كمان؟ ها، الماي ده بوستاسب او ملكيه، يبقى يتحول الى ايه؟ الى هيز او هير، برضو ضماير ملكيه. صعبه، سهله ولا صعبه؟ لا تمام، لا تمام تمام. صح. ده كده اول ايه، اول بروناون، هما ثلاثه. تاني واحد اليو، اليو ده ملعبك شويه. ليه ملعبك شويه يا تيتشر؟ لان اصلا اليو الاوبجكت بتاعه يو كمان، فانا لازم مش بس اشوف اليو بتتحول لانهي ضمائر او مين الشخص اللي اتقال له الكلام او الكلام دوت، لان انا طبعا اليو هنا بتتعمل على الاوبجكت، يعني مثلا احمد ست، احمد ست ومنار، يبقى اليو هنا راجع المنار، منار ست احمد، يبقى اليو هنا راجع لاحمد. تمام، ايه كمان بقى؟ يبقى انا هنا مش بس كده، لا ده انا لازم ارجع لمكان اليو في الجمله. يا ترى هي سبجكت بحولها الى اي او هي او شي، او ايه هي اوبجكت بحولها الى مي او هيم او هير. تمام، يبقى اليو حول الى اي او هي او شي اذا كانت سبجكت. تمام. وي الى مي او هم او هي لو كانت اوبجكت. تمام، طب لو هي يو يا تيتشر، يعني بوسيسيف، اليور تحول الى ماي از او هير. صعبه، لا لا ده كده البروناون اللي هو نمبر كام؟ three number three 2. pronoun number two بروناون نمبر 3 وهو الوي. الوي تحول الى if we زي، talk الوي تحول الى زي. طيب لو هي مثلا، مثلا اص ضمير مفعول، تبقى زم ضمير المفعول بتاع الزي. طب لو هي اور، يبقى ليه؟ زير. صعبة؟ ليه؟ لا، يبقى ده الضمير الكام؟ تتري باقي الضمائر، باقي الضمائر اللي هي والشي والات دول بيفضلوا زي ما هم. تمام. تمام، نيجي بقى للستيب اللي هي نمبر 4 او الخطوة الرابعة، وهي change tenses. يعني تحويل الأزمنة، تحويل الأزمنة، بنحول من present إلى past، من present إلى past، من مضارع إلى إيه؟ إلى ماضي. لو الجملة present simple تبقى إيه؟ Past past simple. 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 طيب لو present continuous، The past continuous. Continuous. طيب لو present perfect، Past perfect. طب لو present simple، يعني The past simple. لو sorry لو past simple. The present simple. Past perfect. Past برافو، perfect. past perfect. مين أقدم منها past؟ بجد والله تمام. طيب لخصنا الليلة دي بقى، يعني الزتونة، أول زتونة
لما الاقي فيرب في الانفينيتيف او بلس اس وما فيش اي حاجه قبليه، ولا كان ولا ويل ولا شال ولا شيو ولا شود ولا زيد ولا ندنت ولا اي حاجه من الهكس ده، يبقى ده فيرب في البريزنت. في المضارع هحوله للباست، حل من اتنين، اذا كان ريجولار هحط له دي، واذا كان الريجولار هحطه في التصريف التاني. طيب طيب نفي دونت او دازنت تحوله الى لو تصل تحوله إلى ضد don't or doesn't يحوله الى didn't. اه طيب ماشي طيب تمام، نيجي للي بعده present continuous am is are verb plus ing. الاول is والار يترموا ويتحطوا في الزباله، تحط مكانهم was where was the where was الverb where plus ing حاجه عنده لا لا away زي ما هو. طيب amn't isn't aren't aren't isn't aren't was حول aren't be wasn't or weren't. برافو. طيب طيب ال present perfect مضارع تام have او has و be be، ال have وال has احولهم من ايه؟ had had وال be be سيبو زي ما هو ما فيش قاعدة منه، ينزل زي ما هو. تمام طيب طب اوكي، لقيت فيرب بلس دي او تصريف تاني، يبقى ده بس سمبل ماضي بسيط يحول الى الباست بيرفكت ال had will be be. طب لو كان تو انفينيتيف يعني نفي ماضي بسيط تحول الى نفي الماضي التام، يعني didn't ولا infinitive يترمو يتحط مكانهم hadn't و be be. تمام، وخلي بالك من العلامة، اكتر كلمة بيجوا فيها ويضحكوا عليكم هي ال have او verb to have. ازاي ازاي جملة زي دي من اشهر الجمل، هقول لكم دلوقتي اشهر الاسئلة كمان لما يعوز يتفادلك او لو يعمل لكم امتحان صعب اخر حاجة. منى said I had a new smart phone. ويقول لنا كده زت، استخدموا زت. منى تنزل سيد زي ما هي، بعدين زت الاي ترجع لمين؟ شي في شي هاد في الماضي حولها الى هاف هاد 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 الأولى بتاعت الباست بيرفكت لأن الفعل ده في الماضي البسيط، اه وهاد الثانية هي البي بي بتاع الفيرب هاف. اه تمام هاد هاد وأكمل باقي الجملة، وأغلبية ما بتيجي في تشوز ذا كوريكت أنسر، يعني الجملة دي جملة تشوز ذا كوريكت أنسر مش ماشي ريرايت. تمام، وصلت الفكرة؟ طيب تمام، في كم كلمة بقى كده بنحفظهم زي مثلا this تحاول إلى this جوز نص today ذا داي yesterday ذا داي بيفور او ذا بريفيوس داي tomorrow او next ذا نيكست داي نيكست تومورو نيكست داي او the following day. تمام تمام، طيب صعبة؟ صح لا حاجة تانية كمان وين؟ تبقى كان كود شال تبقى شد كود ماست مو هاستو او هاد هاد تو. تمام، في اي حاجة من دي صعبة؟ لا تمام
طيب كده احنا خلصنا الريبورتد سبيتش. انت كنت قلت لنا ان الفرق ما بين الستيتمنت او الجمله والكويشن حاجه واحده او حاجتين، ايه هما؟ اول حاجه ستو، بدل ما انا بحولها الى تولد بحولها الى كلمه من ثلاثه، يا اما wonder يتساءل ويتعجب، يا اما asked، يا اما wanted to know. انتوا بقى بديهيا لما تلاقوا اي واحده من الثلاثه دول اعرفوا ان ده سؤال. تمام. تمام، كل ده اوكي لحد هنا. اداه الربط، في اداتين لربط السؤال، ايه هما يا تيتشر؟ اف او وزن، وخدوا بالكم من حروف كلمه وزن، وده في حاله ان السؤال يكون بكويشن وورد. نيتكو صافية، لقوا القلم الأحمر، لقوا تحت الأنقاض، الحمد لله. if أو whether ده في حالة إن الكويستشن أو السؤال يكون بادئ بإيه؟ بأداة استفهام فرعية زي ال will، زي ال can، زي ال do، زي ال does، زي ال did، زي ال has، زي ال has، أي واحدة من دول. تمام؟ أما في حالة إن السؤال يكون بادئ بأداة استفهام فأنا بربط بأداة الاستفهام نفسها زي ال what، ال when، ال how، ال where. تمام؟ صعبة؟ نو تكاية بقى، أنا بقى تكاية بقى بتاعت المحترفين. لما تيجي تربط سؤال احنا بنحوله إلى إيه؟ إلى جملة، يعني علامة الاستفهام بنشيلها. تمام؟ طيب السؤال أو تركيب السؤال question word helping verb subject، أداة الاستفهام فعل مساعد فاعل، الجملة فاعل subject، مفيش فيها helping إيه؟ نعم. فعشان انا احول السؤال من الصيغه دي من صيغه استفهام الى صيغه جمله عاديه ستيتمنت، فانا بعد اداه الربط بحط السبجكت، بعد اداه الربط بحط الايه؟ السبجكت، انكش على السبجكت وادور عليه. تمام، طيب اسهل سؤال في التاريخ، محدش بيحله صح ابدا. يلا نشوف. مريم اسكت me what's your name، يلا مين هتتطوع مجاهدة وتحله؟ بس أول سؤال كده أنا ممكن أعرف حرف فيه، بس لسه حل لسه أصلا. مريم asked me what's your name، أحط إيه بقى؟ asked أحط ما هو موجود أسكت أصلا يا ميس. هقولك ما اي حاجة تانية هيبقى بقول الإجابة، وانا مش عايزة اقول الإجابة، انا غشش. هو اصلا انا حلوه ميس جنى. مش انتي؟ إجابة هنا. ثانية أنا، لا أنا يلا يا سار، مريم said to me what's your name، أول حاجة أبدأ بمين؟ مريم. مريم ها asked تحاول إلى asked مين؟ me عشان يبقى معاهم علامة الاستفهام وأدور على أداة الاستفهام. what وات أربط بيها ولا لأ؟ what my name is. تكاية كمان. ها What my name is was. لا What my name was. What عملت my ايه؟ name is. الاس دي يا جماعه هي الفيرب، مش هينفع احطها بعد الوقت هنا، هدور على السبجكت اللي هو يور نيم، يبقى ماي نيم Name was. واز، وحط الفول ستوب كده ووضحها له كده. احنا هجيب كده واحده حولناها صغيره. لزند ستيتمنت صح كده؟ يس صعبه؟ لا تمام، يبقى كده الريبورتد سبيتش خلص، مبروك عليكم. تعالوا بقى نشوف البسف اللي هتطول معانا. لا لا بالعكس، طالما خلصنا ريبورتد سبيتش اعتبرينا خلصنا، هي حاجة تانية تعدي.
طيب يلا نشوف اللي بعده. بعد كده نمبر 2 عندنا ايه؟ الكومبراتيف والسوبرلاتيف، ودي سهلة جدا، بناخدها من واحنا في 5 ابتدائي باين او 4 ابتدائي. يس. وادفع ناخدها مع بعض. لسه عامل سكرين شوت؟ دي سكرين انا بعتها، انا صورتها كده كده وبعتها لسارة عشان سارة اخر صفحة مفتوحة، تمام فكده كده صح. ممكن اعطيها. عايز تاخد سكرين خد. خدت خلاص صح. دلوقتي بقى ناخد الكومبراتيف والسوبرلاتيف. اولا يعني ايه كومبراتيف؟ كومبراتيف هي المقارنه. كومبراتيف هي الايه؟ هي المقارنه. المقارنه دايما بتكون ما بين حاجتين، المقارنه بتكون ما بين حاجتين، حاجه منهم او واحد منهم اكبر من الثاني في الادجكتيف او في الصفه. ايوه Comparative and superlative. يعني ايه كومبراتيف؟ كمبيوتر فرد اب كومبريشن. كومبراتيف هي المقارنة. المقارنة دايما بتكون ما بين حاجتين سواء كان بيرسون او سينجلز، واحدة منهم اكبر من التانية في الادجكتيف، واحدة منهم اكبر من التانية في الايه؟ في الادجكتيف او في الصفة. تمام؟ اوكي اوكي. تمام. طيب ليها طريقتين او 3 طرق. الاولى لما تكون على حسب السبجكت طبعا، اذا كان السبجكت شورت ادجكتيف او صفه قصيره، ده معنى ايه شورت ادجكتيف؟ ان انا بضيف للادجكتيف اي ار وازيد كلمه زان مع ملحوظه كالبوزه. اذا كانت الادجكتيف اخرها واي فأنا بشيل الواي وأضيف اي اي اي. إذا كانت الأدجكتيف آخرها كونسوننت أو ساكن وقبله فاول، وقبل الفاول كونسوننت بالشكل ده يعني آخر حرف كونسوننت، في الحالة دي عشان أزيد الاي ار بكرر الكونسوننت وأضيف اي ار. تمام؟ طيب في حالة إن الأدجكتيف أصلا آخرها حرف ايه؟ فده معناه ان انا بزيد حرف الار بس. زي نايس نايس زدت الار. براتي براتير شلت الواي وحطيت اي اي ار. كمان هات water قررت التي علشان قبلها او قبلها اتش. صعبة؟ لا ليه تمام. سهل طيب في حالة ان انا يكون عندي long adjective هينفع ازيد لها ER؟ لا مش هينفع، هستخدم قبلها كلمة من اتنين، more يعني اكثر او less أو ليس يعني اقل. وبعدين الادجكتيف الطويلة وبعدها كلمة ايه؟ زان. وبعدها كلمة ايه؟
زين بتقطع اساسي كلمة ايه؟ زين صعبة؟ سهل. تمام. تمام. زي ايه يا تيتشر؟ زي مور بيوتيفول. زي سارة. لا سهل. طيب لكل قاعدة irregular أو غير منتظم شواذ، طبعا دي بنحفظها ما فيش فيهم أي مفهوم. زي ايه تيتشر؟ زي الصفة good تبقى better better than. زي bad هتبقى wiser worse than worse than. زي مثلا for هتبقى further. farther than زي many أو much. many أو ما تبقى more than more. زي little تبقى less than less. تمام كده الكومبراتيف خلص. حد عنده أي سؤال فيه؟ أنا بحب الدرس ده أصلا لا. يا كسولة يا كسولة. ده حلو جميل. طيب نشوف بعد كده بقى السوبرلاتيف او التفضيل. هجيبها في كومبلاتيف، هجيبها في كومبلاتيف على السوبرلاتيف، تمام؟ السوبرلاتيف او التفضيل فهو معناه ان انا بفضل حاجة على جروب كامل. تمام. طيب ازاي يا تيتشر؟ تعالوا نشوف. اول حاجه لما يكون الشورت ادجكتيف او الصفه القصيره بعمل ايه؟ اولا بستخدم ذا، وبعدين الادجكتيف. خليني تنقل عشان بستخدم ذا، وبعدين الادجكتيف في نهايتها اي اس تي. نفس اللي قلناه مع الاي اور، اذا كانت الادجكتيف اخرها اي فانا بضيف الاس تي، اذا كانت الادجكتيف اخرها واي فانا بشيل الواي واضيف اي اي اس تي، اذا كانت الادجكتيف اخرها كونسونانت فاول كونسونانت بالشكل ده فانا بكرر الكونسونانت الاخير وبعدين اضيف الاي اس تي. دخلنا في البريزنت سيمبل نعم أظن دخلنا في البريزنت سيمبل قبل كده ده في الفيرب، احنا دلوقتي في الصفات لا ركزي. لا بس أنا هل الفيرب عادي يعني احنا دلوقتي في الصفات؟ خدي بالك هي انت لو ركزتي فيها شويه هتلاقي ان هي كلها قاعده واحده، لان دي اضافه. اي اضافه بتتحط لكلمه الانجليش لازم نفكر في اللي قبلها. تمام طيب زي مثلا كيوت تبقى دي ثانية بقى تبقى very كيوت كيوت cute. زي happy هابي دي مش happy. تبقى هابيست زي hot أو big. بيجا تبقى بيجست سارة. لا سهلة جدا طيب لو كانت ال adjective long لونج نفس الورد كمان the most to least بقى هستخدم ايه؟ the the most most to least the most او the ايه؟ the least the least او the least الاكثر او الاقل. طيب لو هي صفة irregular good تبقى least the worst biggest تبقى worst the worst for تبقى
فرض For the farthest. مور تبقى Most. ذا موست، ليست تبقى دليل صعبة؟ لا لا صح. تمام خلينا ناخد باكتشر. اوكي.